أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to the group recitation of Holy Quran. Inshallah, we will start by the recitation of the fifth juz, or rather eighth juz of the Holy Quran, as it's being the eighth day of the month of Ramadan. Heather bhai, you want to go first again? Yes. Okay, go ahead. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تدع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشيطان ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا أن يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يسعل في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس
وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرى من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين أحسنت صدق الله العلي صدق الله العلي العظيم ريان go ahead أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 8 أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين
قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل حل ما شهداء قد حل ما شهداء قل هلما شهدائكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون صدق الله العلي العظيم إن شاء الله go ahead Amin bhai هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم
وقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يحتفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدقون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين شريك له لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربه وهو رب كل شيء ربا read it again قل أغير الله أبغي ربا قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزير وزيرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق
بعد درجات ليبلو كم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. أحسنت. Linda, you want to read? No, it's okay. You can read the ruku if you want to. Yeah. Okay, I'll just read one. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alif Lam Mim Sad. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك هرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتاً أو هم قائلون فما كان دعواهم إذا جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ولنقص صنا عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت مفازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما يشكرون صدق الله العلي العظيم. أحسنت. Thank you. شباب بھائی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنذرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنذرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين يديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال خرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ووسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملاكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين ودلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطافقا يخصفان عليهما من وراق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهاكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتأكلون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجالهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن أظلم ممن افترى على الله كاذبا أو كذب بآياتي أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشاهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل علينا وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا يتفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يعلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمون. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غباش وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي
لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين صدق الله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فنادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون فنادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره بلى له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين عدوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها أدوه خوفا وتمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا قلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إلا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وعالم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه
إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبت أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح فزادكم في الخلق بسطة بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قال وجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فاتنا مما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال فقد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فأقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين.
وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. صدق الله العلي العظيم. Thank you very much for listening. Inshallah, I'll go over the gist of this 8th juz of Holy Quran. About 10 minutes that I have, so inshallah, I'll try and be as concise or go in a little bit details if I have time. There are two sections of this juz. First section is on the remainder of Surah An'am, and the second section is the beginning of Surah Araf. In Surah An'am, there are a few things. Number one, Allah subhanahu wa ta'ala begins by giving the Holy Prophet some solace, some tasalli, gives him, sort of like, speaking to him in a way that, don't feel bad, don't feel sad if these people are not listening to you. You've been working hard, you've been telling him to believe in Allah, believe in your prophethood, but they're not paying attention, they're not listening to you, so don't feel, as if you have lost the deal and you've lost the heart, but there is still hope in it. So this ayat was revealed that even if we had sent down angels to them and the dead had spoken to them and we had gathered before them all things manifestly, they would still not believe unless Allah wished. So regardless of what you do, they will still not believe. Second is, how they're renouncing the outward and the inward sins. So sometimes sins are outward, openly done, and sometimes sins are, makhfi, they're not open. So how there's a denouncing that you should restrain yourself from both types of sins, whether they're outward or inward. That's ayah number 120. You hear in this surah, very often the concept of maut and hayat is repeated. Maut and hayat, life and death. In fact, here life and death is not referring to the literal life and death. Life and death is actually referring to the spiritual sense of kufr and iman. That those who are alive are those who are mu'mineen. Those who are dead are actually the ones who are kuffar. So that's the comparison that is being given here. Faith and iman is like a soul in a dead body by which a person walks amongst the people. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. It says, it is he who was lifeless. Then we gave him life and provided him with a light by which he walks amongst the people. So what does that mean? That means we gave them light. Light here refers to the light of iman. Every individual, his ranks and darajat are based on his amal and his actions. So ayah number 132 talks about how Allah subhanahu wa ta'ala is well aware of every one of you. You don't have to go out and speak of anyone. Allah subhanahu wa ta'ala is aware of what anyone does. And your amal and your darajat and your ranks will be determined the fact that how much actions or how many actions or how good your actions have been. In reference to the hypocrites, there are four things that are mentioned which lack sense. Mushrikeen, they used to say or do things which would lack a lot of sense. And so we can compare if there are any things that we are doing today that also lacks sense. So Allah subhanahu wa ta'ala highlights these things that mushrikeen were doing, which was lacking a lot of sense, yet they were still doing because their aba'u ajdad, their forefathers used to do it. Number one, these people had a share for Allah in their sacrifice. So they would sacrifice an animal and they'll say, well, this share belongs to Allah subhanahu wa ta'ala. Nobody can eat from that share that belongs to Allah subhanahu wa ta'ala. So they would divide these different shares and then they will give one share to Allah, saying that nothing can be mixed with that share. And then if something was mixed with the share of Allah subhanahu wa ta'ala, so, they would not consider that to be anything bad. They would go ahead and, sacrifice their children or kill their children, rather, because they would feel poverty. Min khashyati amlaq, right? The ayah talked about it, ayah number 136, that they would kill their awlad. They would kill their children and their awlad because of the fear of poverty. And, it might have been
rather their daughters, not their sons. They would kill their daughters because it was a matter of, you know, sharm for them, you know, that there was ar in it for them. And therefore it was poverty also included with that. They would divide their animals into different parts. One part would be for their leaders, their monks, right? Their scholars. Second was, you know, upon which that you cannot travel, you cannot ride those animals. And third, that would be, you know, sacrifice for ghayrullah. So this is how they had divided. This is in ayah number 138. There are some, you know, aqaid of the mushrikeen that are mentioned over here. The aqidah of jabr, that forcefulness, that things are forced upon you and insan is majboor. So whatever happens, this is your destiny and you can't alter it and you can't change. So they would go ahead and perform their actions, do their evil deeds, and then they would blame it on what? The destiny and the fate. Oh, this is what was written in your naseeb. This is what you had deserved. This is what was, you know, bound to happen. So it happened. Similar to what, you know, someone said, if Yazid didn't kill Imam Hussein, someone else would have killed him. So someone had to kill Imam Hussein. So it was Yazid through whom Imam Hussein was killed. So they try to justify their actions by blaming it on what? Blaming on qaza and qadr, that, you know, this is how it was destined to happen. Allah subhanahu wa ta'ala told the Prophet that tell these people that my Lord has, you know, guided you toward Sirat-i Mustaqim, that deen which is muhkam, which is strong, and it is the deen of Ibrahim alayhi wasalam. This is ayah number 161 talks about that. These are very beautiful ayat back to back from 160, 161, 162, you know, all of the ayat are beautiful. But you see that, you know, the continuation in these ayat as they go along, that in 162, for example, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايِ وَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. They tell them that my salat, all of my ibadat, all of my manasik, my life, my death, all are for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. That means all of my wujud and my existence is for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Two of the ni'mat of Allah subhanahu wa ta'ala are mentioned. One is that, you know, the lands that you farm, farming lands upon which, you know, minerals and edibles grow. Second, the animals that, you know, that Allah subhanahu wa ta'ala has created for you. These four-legged animals from which you take a lot of benefit from by utilizing them for your, you know, travels, for your rides, for your food, for your milk, and many other things that you get out of them from. So this is, I guess that's why the name of the surah is An'am, that it is speaking about these four-legged animals. These ni'mat, although, are also a test for you. They're not just given without being a test for you, that Allah subhanahu wa ta'ala has given darajat, high ranks to some individuals, and they are tested and they are put into trials by Allah subhanahu wa ta'ala. That's in ayah number 165. There are about 10 advices that are given, 10 nasai that are given over here. Number one, that do not associate anyone with Allah, ayah number 151. Be kind to your parents, the same ayah talks about it. Do not kill your children, same ayah number 151. Remain away from any sort of evil and indecency, same ayah talks about it. Don't kill anyone without, you know, proper justice, same ayah talks about it. Very next ayah, number 152, gives us other advices. For example, don't consume the wealth of those who are orphaned. When you are dealing with people, you know, when someone is buying something from you, you know, awful kail, make sure that you measure it to the measure that is proper. Don't, sell less for more money. I guess you say, well, you know, how is that applicable today? Well, it's applicable even though you're not weighing anything. But the way you weigh today by selling things, make sure that you are truthful in that. Make sure that you fulfill the rights that you have with Allah subhanahu wa ta'ala.
when you speak to someone, make sure that you keep in mind insaf, and you are dealing with them in proper, justice and with equality. Sirat al-Mustaqim is the path that you should adopt. That's the very next ayat. Aside from that, there are four more things that are mentioned in the surah that I'll skip because there's entire discussion in Surah Araf as well. Surah Araf, begins by counting the ni'mat of Allah subhanahu wa ta'ala. The first ni'mat is counted is Quran al-Kareem. That this Quran that Allah subhanahu wa ta'ala has revealed unto you, that is indeed what? This is a ni'mat for you. What does this Quran talk about? This Quran talks about giving people advice, warns them, gives them a heads up if they are making a mistake. It has nasihat for, Ahle Iman, those who are faithful. They find much nasaya and advice from Quran. They don't just use this book as a book of reading, a novel that they would read and they'll put it away. And rather, they use it as a book which is a guidance for them and is full of advice for them. Don't follow anyone else. Rather, follow this Quran. And that's what's mentioned in ayat number 1-3. As far as the khilqat of insan is concerned, that is mentioned in these beginning ayat. Insan is made to be the one that malaika have done sajda to. So the discussion of that insan is masjood of malaika, Hazrat Adam alayhi wasalam, how he was masjood of malaika, that malaika were ordered to go ahead and do sajda to him. Then the discussion is in reference to how Allah subhanahu wa ta'ala brought about azab to some towns, how they were put to ruin. They were ruined. Because they accepted their faults, but it was delayed in acceptance. So, otherwise they would have been given the ability to go ahead and do istighfar. They were given enough chance, but because they delayed it so much, it did not help them out. Discussion about the khilqat of insan, his shakl, his surat, his face, and all of these things are mentioned in it. Iblis, how he did not go ahead and do sajda to Hazrat Adam alayhi wasalam because of his takabbur, this arrogance that he showed. So Allah subhanahu wa ta'ala, and he denied the hukum of Allah subhanahu wa ta'ala more than anything. He denied the hukum of Allah subhanahu wa ta'ala. And therefore, he asked Allah subhanahu wa ta'ala to give him respite until, the day of judgment. But Allah says, ila waqtin ma'lum, you have time, whatever it is that you want to do. He said, I'll sit on the path of the people. I'll beautify the path for the people. I will come from an shamalihim, an yaminihim. I'll come from, right side and the left side and the front and the back. And I will misguide your, followers. But it's still Allah subhanahu wa ta'ala kept two places and two directions open, which shaitan cannot penetrate. One is when you raise your hands to the heavens and in dua to Allah subhanahu wa ta'ala. Second, when you put your head down in prostration to sajda. These two are not penetratable by shaitan, and they're open for you to go ahead and perform. So we find that Allah subhanahu wa ta'ala has countered, even though he has given permission for shaitan to go ahead and do it. But he also said, shaitan himself is admitting the fact that I'll misguide everyone except those who are what? Those who are ibaduka salihun, those who are the righteous servants of yours. There's a lot of discussion in reference to do not do israf, kulu wa shrubu wa la tusrifu. Discussion in reference to how Allah subhanahu wa ta'ala has created halal zinat for you. So not all types of beautifications are haram and forbidden. No, there are certain beautifications which are also halal for you. Khudu zinatakum inda kulli masjidin is mentioned. And inshallah, there's a discussion of some of the ashab, which are known as ashabi araf. So that's why the name of the surah Araf is there, that these are the ashab and these are the companions, which are known as araf. And some of their sifat is mentioned, that they will be at the highest of the level when it comes to Jannat or Jahannam. These are the people, they will be able to recognize people by their faces. They will be able to speak to people who are entering into paradise or those who are entering into the Jahannam. So these are some of the attributes of these people are mentioned. And there are a lot of other discussion that is going to take a lot of time. So I'll refrain from going into those further details. There are some
stories of Anbiya that are mentioned, which are worth mentioning. Five, in fact, Nabi, their stories are mentioned, Qawm Nuh, Qawm Aad, Qawm Thamud, Qawm Lut, and Qawm Shu'aib. So all of these discussions are also mentioned in this chapter. And inshallah, we will discuss them tomorrow if I have more time. Thank you very much for tuning in. And inshallah, come back at 9 p.m. with the start of the daily nightly program with Dua Iftitah followed by the speech. Wa alhamdulillah, Rabbil Alameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.